أريد أن أيضا أن أتابع معك، سنكون معك على الهواء، الخدمات التي تقدم للعائدين، بمعنى أنه إيمان كانت أشارت في سياق مداخلتها أن هناك اطمئنان على صحة المواطنين العائدين، هناك فرق مختلفة يعني تعطي رعاية في جوانب مختلفة للعائدين ليس فقط مجرد الوصول. ما هي أوجه الرعاية التي تقدم للعائدين الآن من خلال المتابعة الدقيقة لك يعني ومتابعة ما يدور بعد نزولهم من الطائرة وحتى في الأجواء؟ الطائرة العسكرية التي تقلع من مطار الشرق القاهرة وتقلع من القاهرة لا تقلع فارغة، تقلع برفقتها فرق طبية من قوات الجيش المصري أو من القوات المسلحة المصرية ذاهبة مع هذه الطائرة إلى السودان لاطمئنان على حالة الجالية المصرية وعلى حالة الركاب، يتم الكشف عليهم سواء داخل الطائرة أو حتى قبل الصعود إلى الطائرة، قبل صعودهم إلى الطائرة ومن ثم عودتهم مرة أخرى إلى مصر. هناك الكثير من الخدمات المقدمة من السفارة المصرية، من القنصليات المصرية الموجودة في السودان، بالإضافة إلى البعثات الطبية التي ترافق هذه الطائرات عند إقلاعها من القاهرة وصولا إلى القواعد العسكرية الموجودة في السودان، عودة مرة أخرى أو تعود مرة أخرى إلى القاهرة للاطمئنان عليهم طبيا وصحيا وربما أيضا نفسيا. شاهدنا واستمعنا وتابعنا أيضا لقاءات أجرتها الزميلة إيمان منذ ساعتين تقريبا عند وصول الطائرة الأولى مع عدد من المواطنين المصريين الذين أكدوا أنه تم الكشف عليهم طبيا قبل إقلاعهم من المطارات العسكرية السودانية وصولا إلى هنا إلى القاهرة. إذن هذه الطائرات تقلع برفقة فرق طبية من القوات المسلحة المصرية للاطمئنان على البعثات أو الجالية المصرية العائدة مرة أخرى إلى هنا إلى مطار شرق القاهرة، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية ممثلة في اللجنة المعنية بمتابعة هذه الأزمة التي تمثل أربعة أضلاع من بينها وزارة الخارجية وأيضا جهاز المخابرات العامة ووزارتي الدفاع والداخلية لمتابعة أحوال المصريين والجالية المصرية الموجودة في السودان، وعلى رأسهم طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتابع لحظة بلحظة كما أكدت مصادر القاهرة الإخبارية طوال أيام ماضية وأكدتها قبل قليل. أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري طبعا يتابع أحوال وأوضاع الجالية المصرية ويتابع أيضا عمليات إجلاء الجالية المصرية من بور سودان ومن الخرطوم، أو ربما الخرطوم أو العاصمة السودانية التي تشهد أكثر المعارك عنفا في السودان، وبالتالي تحاول الجالية المصرية وزارة الخارجية المصرية إجلاء هذه الجالية إلى مطارات قريبة، إلى أماكن قريبة، إلى بور سودان، إلى دنقلة، وبالتالي عودة الطائرات المصرية أو ذهاب الطائرات المصرية لإعادة المصريين المتواجدين هناك برفقة كما قلت في البداية خدمات طبية من القوات طيب المسلحة همان. المصرية أترك لك الصورة طبعا مهم جدا أن نقترب أكثر، لكن هذه الصورة هي على مباشرة سنرى عدد من المواطنين المصريين الذين ربما ينزلون في هذه الأثناء من سلم الطائرة، بينهم سيدات وأطفال كما شاهدنا أيضا في الدفعة الأولى من الوصول قبل ساعتين، هم فئات مختلفة من الأطفال، من الرجال، من الطلاب، وكان هناك اهتمام أيضا من القيادة المصرية فيما يتعلق بالطلاب، وربما هناك العديد أو الكثير من المصريين المتواجدين في السودان من الطلاب، وبالتالي كان هناك اهتمام لا سيما بالطلاب المتواجدين في السودان. إذن هذه الصورة لا أدري إذا كنت تشاهدها الآن، يعني هناك العديد من الركاب الذين كانوا استقلوا هذه الطائرة من إحدى المطارات العسكرية في السودان، هم يهبطون في هذه الأثناء إلى مطار شرق القاهرة العسكري، يتم في استقبالهم أيضا عدد من الضباط هنا في هذه القاعدة وعدد من أفراد القوات المسلحة يقدمون عليهم الورود وبعض الهدايا التذكارية، وربما يصافحونهم حمدا لهم، حمدا لله طبعا على سلامتهم ووصولهم إلى أرض الوطن. طبعا متابع معك يعني واضح من الصورة همام أنه أعمار مختلفة، يعني أول ما نزل أحد كبار السن ويبدو طبعا أنه هناك رعاية صحية قدمت له، أيضا هناك فتيات يبدو أنهم في سن الدراسة من الطالبات الموجودات في السودان. لكن همام على ذكر عملية الإجلاء والجالية المصرية لها خصوصية لأنه عدد الجالية المصرية كبير جدا في السودان بحكم الجغرافيا، بحكم طبيعة العلاقات المصرية السودانية، أظن أنه عملية الإجلاء الجوي سوف تساعد بشكل كبير في تسريع عملية الإجلاء لأنه النقل الجوي أسهل وأيسر وأسرع بطبيعة الحال، فمن المتوقع إذن أنه يلعب دور مهم في سرعة إجلاء الرعاية المصريين الذين هم يقدرون تقريبا بعشرة آلاف مواطن بحسب الخارجية المصرية. صحيح، لكن حتى وإن كان هو الأسرع لكن
فيما يبدو أن الآلية البرية العبور البري يستوعب عدد أكثر من العابرين أو الجالية المصرية نظرا لسهولة أو لطبيعة عبور الأفراد من الجالية المصرية وغيرهم ربما من يحملون التأشيرات المصرية من السودانيين وغيرهم من الجاليات إلى الأراضي المصرية. بالإضافة ربما لاحقا وهذه ليست معلومة لكن ربما يكون توقع في إشارة ربما إلى ما حدث سابقا ونحاول أن نربط بين ما حدث سابقا من عمليات إجلاء لجاليات المصرية في أماكن مختلفة. يمكن أن يكون هناك أيضا أو يستخدم البحر والربط البحري أيضا بين السودان وبين مصر في إجلاء عدد كبير من أبناء الجالية المصرية.